احنا ملكيات زيوت طبيعية لكل أهلك كل المشاريع مرة ممتازة للصيانة للكبسات للإيدامات كذلك الحمسات. ويا هلا مرحبا كشني ملكية زيوت طبيعية رائعة للمشاريع صغيرة كذلك نقدر نسويه كمية كبيرة ونوزع بين الأهل ممتاز وتفك أزمة للصيانة للحمسات للكبسات للإيدامات عندي هنا بالبداية بصل حجم كبير احتجت 3 أكياس كبيرة قشرته وغسلته قطعته قطع صغيرة وعندي هنا غاز حطيته برا البيت عشان الريحة وحجم كبير الغاز وكذلك القدر حجم كبير حطيته بأسفل القدر بديل الزيت استخدمت زيوت طبيعية اللي هي لية الخروف اللي هي الودس ودتها حطيت 3 علب أو 3 مطابيق كذا ما يعادل كيلو بعدها احتجت أني أزيد عليه خط من الكشنة اللي سبق وسويتها زيادة 3 علبة كذلك حطيته على الكشنة مع التقليب المستمر وتركزون تخلون النار هادية علشان ما يحرق مع التقليب احتاج مساعد بهالطريقة اقلب وبعدها عندي هنا فلفل رومي الوان كل لون كرتون عندي فليفلة اللي هو حار احمر واخضر احطه على البصل بعد ما طبخ بعدين اقلب باستمرار اقلب علشان ما يحرق واوطي الغاز واخلي تقريبا 3 ساعات يطبخ كل فترة همر عليه قلبه شايفين بهالطريقة شوفوا كيف بعد 3 ساعات هنا عندي ثوم قشرته قطعته قطع صغيرة أو محضرة الطعام أهم شيء تختارون الثوم البلدي أفضل وتقلبونه بعدها تحطون عليه أنواع البهارات مع البصل المقلي والبصل المجفف وعندي كمون نوعين وعندي ملح وبابريكا وقرفة وفلفل أسود الليمون أسود مطحون أحطه عليه وأقلب بهالطريقة كذا يلا لا يخلينا يحيي قيوم هنا بعد ما طبخ تقريبا 2 ساعة البصل 3 ساعات على نار هادية وبعدها الفلفل الرومي 2 ساعة وبعدها سكر عنه خليه يبرد وقلبه كل شوي علشان يختلط الزيت مع البصل وبعدها تكيسونه بأكياس أو علب إذا كان مشاريع تحطونه على طول بالفريزر شوفوا كيف الأكياس ما تربطونه كذا أسهل لكم كل واحد ونصيبه بهالطريقة كذا ممتاز للكبسات الإدامات الصياني حتى لو ما حطيتوا دجاج أو لحم رائع ما تتخيلون كيف الطعم حبيتوا تحطون للكبسة أو للإدام تحطون حبة أو حبتين ما يعادل مغرفة تحطون فوقه اللحمة بدون أي إضافات إلا ملح بعد ما يتكشن تحطون عليه الموية تخلونه يطبخ تكبون عليه مكرونة رز مطازيز اللي تفعلون.